وصلنا ل 2019 وكرة القدم اتطورت على جميع الأصعدة. بطولة إفريقيا كمان بتتطور وبتتغير، البطولة بقت في الصيف وبمشاركة 24 فريق لأول مرة، وبالتالي هنشوف السنة دي أشياء بتحدث كتير لأول مرة. الفار تواجد في كأس العالم وفي كأس آسيا، وجه الوقت تشوفه في أمم إفريقيا لأول مرة. قوانين الكرة كمان اتعدلت، وهتظهر التعديلات الجديدة في أمم إفريقيا لأول مرة. حارس المرمى بقى من حقه يلعب ضربة المرمى لو لسه في مدافع زميله في منطقة الجزاء، ما عادش مسموح للاعب يقف في حيطة المنافس وقت الضربات الثابتة عشان يشتت انتباههم. مع وجود الفار بقينا كتير نشوف أهداف تتحسب ويحتفلوا بيها وبعدين تتلغي، لكن دلوقتي اللاعب اللي هيحتفل بخلع قميصه وياخد إنذار مش هيتلغي إنذاره حتى لو اتلغى جوله، يعني موت وخراب ديار. لمسات اليد بالنسبة للمهاجمين ما بقتش تقديرية، أي لمسة بفاول. زمان كان اللي بيكسب القرعة قبل الماتش بيختار ياخد أنهي جون، لكن دلوقتي من حقه يختار الكورة أو الجون. اللاعب اللي بيتضرب وياخد ضرب الجزاء بقى من حقه يتعالج وبعدين ينزل يشوطها بنفسه. حارس المرمى بقى من حقه يتقدم في ضربات الجزاء، بس بشرط يسيب رجل واحدة على الخط. وداعا لإهدار الوقت، اللاعب المستبدل دلوقتي لازم يخرج من أقرب نقطة ليه في الملعب، مش ياخدها ماشي من عند جوله عشان يسلم على زميله. المدير الفني دلوقتي هو اللي هيشيل الليلة، أي اعتداء من عضو في الجهاز الفني دون تحديد هويته هيستلزم طرد المدير الفني نفسه. وأخيرا الحكم ما عادش مسموح ليه يسجل أهداف. ايوه زمان كان ممكن الكوره تخبط في الحكم وتدخل جول وتتحسب، لكن دلوقتي لازم الحكم يوقف اللعب ويعمل اسقاط.